الحقيقة بالنسبة لموضوع فيلق الحرية، Russian Freedom Legion كما يسمى، يعني أنا في الواقع لدي رأي مسبق بشأن كل هذه المحاولات. يعني عندما تحدث حروب طويلة الأمد بين فريقين، يعمد كل فريق إلى محاولة حشد مجموعة من المعارضين، من الرافضين، من الهاربين من الخدمة من الطرف الثاني، ويكون منهم فصيل مسلح معين، ويعني يحاول أن يعطيه الشرعية باعتباره هو ممثل ويقاتل معه. وقد تختلف التجارب، يعني من تجربة إلى يعني فصيل كبير وله حجم كبير ويقوم بمهمات فعلية قتالية حقيقية، إلى تشكيل يعني إلى حد ما شكلي وإعلامي وشيء من القبيل. لكن بشكل عام هذه التشكيلات العسكرية عندما تتشكل، أهل البلد الأصليين حتى ولو كانوا كارهين لنظامهم السياسي لا يستطيعون أن يحترموا أو يصادقوا على هذه التشكيلات أو يكون لها مصداقية حقيقية على الأرض. يعني هذه للأسف تجربة، يعني على سبيل المثال نحن لدينا في العراق أيام الحرب العراقية الإيرانية، الأغلبية ربما كانت تكره النظام السياسي في العراق وتقف معارضة له وإلى آخره، لكنها أبدا لم تحترم تلك الفصائل التي قاتلت مع عدوهم في إيران مثلا، حتى لو لم يكونوا يؤمنون بهذه العداوة، لكن كانت النظرة لهم يعني في أفضل الأحوال هم عملاء تابعين لتلك الدولة وليسوا مدفوعين بقضايا وطنية. فبالتالي أنا شخصيا أعتقد بأنه، وطبعا بالمقابل العراق أيضا في تلك الفترة كما تذكر حضرتك ويذكر المشاهدين، دعموا فصائل مسلحة للعمل ضد النظام الإيراني مثل مجاهدي خلق وغيرها كثير، وأيضا لم تكن تملك رصيد حقيقي من الاحترام في داخل الشعوب الإيرانية. فبالتالي هذه النظرة حقيقة لا أعتقد، يعني بالذات في قضية روسيا، المواطن الروسي إذا صح لي أن أحدث وأتصور كيف يفكر الشعب الروسي، لديه دوافع قومية عميقة، وهذه الدوافع القومية العميقة ربما هي التي تجعل من يعارض بوتين يعارضه الآن، لأنها تتصور أنه بوتين في مغامرته هذه ضد أوكرانيا سيؤدي إلى تدهور وضع روسيا وإلى أذية روسيا. بالمقابل من يؤيد بوتين قد يؤيده أيضا لنفس الدوافع القومية، على اعتبار بوتين سيقود الشعب الروسي للنصر العظيم. بكلا الحالتين لا يمكن لروسي بالشكل التقليدي الذي هو مندفع في قومية وتأييد وطنه أن يؤيد فصيل يحارب تحت إمرة الأوكرانيين ضد جيش بلاده. يعني مهما كان درجة كراهية لبوتين ولنظامه، وبالمناسبة هذه الكراهية وهذا الرفض لسياسة بوتين يزدادون في الداخل الروسي يوما بعد يوم، لكنها مهما كانت ازدادت لا أعتقد بأنها ستصل إلى مرحلة تأييد فصيل معين من الشباب الروسي الذين يعملون بإمرة الجيش الأوكراني ويهاجمون الجيش الروسي بإمرة الجيش الأوكراني. لهذا للأسف تجد أنه هذا الفصيل لا يتجاوز بضع العشرات أو ربما بضع المئات في أفضل الأحوال، وهو جهد بسيط باعتقادي الشخصي لن يؤثر تأثير كبير في مجريات الأحداث. الذي حصل مؤخرا أنه حادثة بريغوجين المشهورة وقوات فاغنر والخرق الأمني والعسكري المرعب الذي تبين في داخل الأوساط الروسية بهذه الحادثة، قد فتح شهية القيادة الأوكرانية للاستفادة من هذا الموضوع أقصى درجة. لا يمكن أن تلوم القيادة الأوكرانية على محاولتها أن تستفيد من هذه القصة إلى أقصى درجة، لكن إذا ردنا أن نقيم بشكل موضوعي هل سيكتب لها المحاولة، محاولة استخدام Legion of Russian Freedom أو جماعة الحرية الروسية أنه تحقق أهداف على الأرض، أنا شخصيا لا أعتقد.